اسمع، شاكيل ومسعود العمال الجدد لازم يروحوا يجلسوا في ملحق عمال القصر، اوكي؟ هاتشو. نو. مسعود شاكيل لازم يجلس في ملحق ضيوف داخل القصر، اوكي؟ مش تمام بنت عمتي، مش صحيح. سون اوت. يس. دونت فورجيت، هم فضحوا راجي، راجي ناو خطر عليهم. خاصة مسعود، ضروري مسعود يجلس داخل القصر بأمان، أوكي؟ أوكي. Listen to me. شاكيل عند مسعود زي ما قالت فدوى، يجلسوا في ملحق ضيوف القصر، أوكي؟ هاتشا. كيا هوا؟ ياي فدوى مانكو دي. كولا ياي؟ ناي معلوم. उसको भी आराम करने दे, बाद में दूंगी। तू जा अभी। अच्छा। तू जा। بابا معصود. من معصود؟ انت معصود. اقول لك مسعود. كله كلام تمام كويس، معصود كله تمام كويس. لا قعدت صدمة ما تمشيش. خلاص تمام، يلا معصود. ايوه اقول كلي، وهذا القصر هذا بكله حق منهم. هذا القصر كله هذا تبع زي ده فدوى. حقه هي ومال. هذا حقه واحدة بس، هذا بابا في نفر واحد مات يجيب قصر هذا فدوى. ها يعني ورثته من أبوي. أي هذا ورثته عن أبوي. ايوه. طيب ما بوش معي أخ، أوقع عليه أخ أنا. لا هذا ما في، ما أخ هذا في بس واحد، هذا اسمه هذا واحد نفر أود، واحد هذا حسين، هذا يعني يقرب هذا كذا ابن خال، هذا يعني قريب. ها قريب يعني قريب وقريب. أيوه هذا عيال خالة هذا فدوى. يعني عيال خالة أخو مه. أقول لك هذا عيال خالة من بعيد، يعني كذا كلها كذا من يمن. أها من اليمن. أيوة من يمن بعيد. أيوة يا الله أشهد. وأنا قنا أقول يعني كيف اللي تقدر تتكلم عربي ولهجته قريبة لليمن. أيوة عشان هذه فدوى هذا يطلع لي أمه، هذا أمه يتكلم شوية عربي. وبابا فدوى هذا ايش في يمن، هذا في مره يجي بريطانيا دخل هذا مدينه في يمن اسمها يا ربي ايش اسمها؟ عدن. ايوه دعن. لا عدن. تمام كله يمشي دعن، عدن كله يمشي. يلا عدن. ايوه هنا لازم كله ناس يتكلم هنا عربي، كله يعرف يتكلم عربي. ها ايوه. وانت كنت معاهم؟ لا ما كنت معاهم انا هناك. أنا بس أنا يروح هنا خليج يتعلم عربي، ضروري يتعلم إنجليش عشان يعرف كل حاجة. هذا عندي لازم تعرف كل حاجة. أيوة. خلاص بس عرفنا كل حاجة. أيوة قلت لي إن القصر هذا حقه بس. أيوة هذا قصر تبع سيدة فدوى، وقبل باقي ما شرقك كبير. ما بقى شطيكي. إيش هذا شطيكي؟